أهلا بكم في قناة فكيرة. أنا تريزا خليل، كاتبة ومخرجة أفلام تسجيلية، والنهاردة جه الوقت أن أنا أشارك حكايتي مع المساواة بين الرجل والمرأة من واقع تجربتي الشخصية ككائن يصنف أنثى، ومن واقع مشاهداتي لتجارب آخرين. وأنا بحكي حكايتي هاخدكم في جولة كده في غرفة النوم، وأنا بضع بعض اللمسات بمناسبة الفصل اللي احنا فيه، فصل الشتاء، والموسم اللي احنا فيه المليء بالاحتفالات زي الكريسماس ورأس السنة، وكمان هنظم قسم الأشغال اليدوية في الأوضة، لأن الأوضة عندي 4 في 1، وده لأني بجهز للفيلم التسجيلي الجديد، وهو ده سكراب بوك اوف لايف أو كتاب ذكريات الحياة. واللي أنا فيه عايزة أمزج فن السكراب بوكينج أو فن تدوين الذكريات بالأفلام التسجيلية، وأحكي الحكاية من خلال السكراب بوكينج. قبل الحكاية الأولى أحب أقول لكم إنه القناة، قناة فكيرة، أصبحت مستحقة لأنها يبقى فيها زرار الجوين أو الانتساب، فدلوقتي أي حد يحب إنه هو يدعم القناة يقدر يدعمها من خلال هذه الخاصية، واللي هتكلم عنها أكتر في نهاية الفيديو. كنت في المجر وبجهز إن أنا هروح كرواتيا عشان أتجوز ضامر، ولازم أنقل حاجتي. كان عندي تقريبا 6 شنط كبار، ففكرت ان انا اوكي هي الشنط بعجل، انا هاخد المرة دي شنطتين بس وهجرهم لحد المدخل، يكون التاكسي مستنيني يحطهم في التاكسي وبعد كده يوصلني المحطة، ان انا هسافر بالقطر، محطة القطر، فاجرهم في المحطة، اوصل القطر، اشدهم في القطر، وبعد كده اقعد بقى 7 ساعات لحد ما اوصل كرواتيا، وهناك ضمر هيكون مستنيني، ف يتعامل هو بقى مع هذه الشنط اللي كانت تقيلة جدا، لان انا كنت بحط فيها احيانا حتى قطع اثاث، كنت حاجة تعجبني مثلا في المجر فاشتريها على اساس ان انا هنقلها لكرواتيا. والخطة مشيت زي ما انا كنت عاملة حسابي، وقعدت في القطر بعد ما جبت الشنطتين جنبي، وبعد حوالي 1.5 ساعة عملوا اعلان كده announcement، ولقيت الناس بتقوم في ايه يا جماعة، قالوا لي انه في مشكلة في خط السكة الحديد، وان احنا لازم ننزل دلوقتي من القطر ولازم نمشي في منطقة بقى خط سكة حديد، زلط وطوب ومنطقة نائية وعشاب وحشائش وحاجات، فطبعا يا نهار اسود، طب انا ازاي هتحرك بالشنطتين التقال جدا دول؟ فقعدت عافر مع الشنطتين بحاول ان انا انزلهم، والناس طبعا كل واحد بقى عايز يمشي لانه في اتوبيس مستني بعد حوالي مثلا 10 دقايق ماشي، والاتوبيس ده هياخدنا لتكملة الخط السكة الحديد، فكله عايز يلحق الاتوبيس، والناس كلها ماشية، وانا يعني عمالة اعافر مع الشنط وعلى امل ان في حد وهو معدي هيقول لي طب خليني اساعدك، طب عنك اي حاجة، يعني واضح ان انا ضئيلة الحجم وبعاني مع هذه الشنط، ومش ممكن ان انا هقدر ان انا اجرجرها لحد الاتوبيس. ولكن ولا حد توقف عشان يساعدني، مفيش غير واحدة هندية، سيدة هندية كده وقفت وقالت لي أساعدك، وحاولت فعلا، لكن الشنط كانت تقيلة جدا، وإحنا بقينا متأخرين جدا، ومعظم الناس ركبوا الأتوبيس وإحنا لسه عند القطر بنحاول نجرجر في الشنط، فقلت لها خلاص روح انتي. وفجأة لقيتني في منطقة نائية موحشة، أنا لو ملحقتش الأتوبيس معرفش إيه ممكن يكون مصيري، فلقيت الموضوع مسألة حياة أو موت بقى، فوقفت واحد كان معدي جنبي شاب كده مجري يعني عضلات وطول بعرض، قلت له لو سمحت ممكن تشيل معايا الشنط دي، فالراجل توقف كده وبصلي وقعد يفكر يعني هل يساعدني ولا ما يساعدنيش، وبعدين أخيرا قرر انه يساعدني وجي يشيل الشنط، لقاها طبعا تقيلة، قال لي ايه ده انت حاطة فيها ايه،
فيعني بدل ما مثلا يقول نعمل الخير ونرمي البحر، كمان عايز يعرف الشنط فيها ايه. وفضل طول الطريق بقى شايل الشنط وهو متأفف. فساعتها انا قعدت افكر، قلت اوكي، هي دلوقتي المرأة بقت مستقلة وحرة في اوروبا، بس يا ترى الناس دي فهمت ايه؟ يعني هل هم حافظين مش فاهمين؟ هل فهموا ان المرأة الحرة المستقلة مفروض تطلع لها عضلات وانها تقدر انها تمارس الاشياء اللي محتاجة قوة عضلية؟ المهم اني لحقت طبعا الاتوبيس، ولكن بدأت افكر بقى في موضوع المساواة وليه الناس ما بتفكرش، ليه الناس حافظين مش فاهمين. كنت بشتغل في مصنع، وكنت حديثة التخرج بقى، قمة في الحماس ومتقدة الذكاء، وعندي رغبة شديدة في ان انا اعمل يعني بأي شكل من الاشكال. وكنت مهندسة ومعايا مهندسين تانيين، واحدة مهندسة تانية معايا وفي مهندس. والمصنع ده كان فاتح جديد وكان بيستورد مكن من ألمانيا، فجم الخبراء الألمان عشان يدربونا. ونتيجة لظروف معينة كان الشخص الوحيد اللي بيتدرب من الخبراء الألمان هو أنا، لأنه المهندس اللي معانا كان الإنجليش بتاعه مش قد كده، والمهندسة اللي معانا كان الإنجليش بتاعها كويس لكن كان عندها مشكلة في الاستيعاب. فالخبراء الألمان دول كان وقتهم بالساعة، والساعة كانت مكلفة جدا. فنتيجة كده لقيتني في الآخر أنا الوحيدة اللي باخد التدريب، وأنا الوحيدة اللي بتعامل مع الخبراء الألمان. وبعد كده بقى بدأت الشغل، كنت أنا مصدر المعلومات الأساسي لكل الناس في المصنع. مهمتي أنا والمهندسة كانت مهمة صعبة شوية، احنا كنا بنعمل التصميم، الديزاين كان المليمتر الواحد كان بيفرق، فكان لازم يكون في دقة وفي اجتهاد شديد جدا وتركيز واحنا بنعمل الديزاين. وكمان بعد كده بعمل له تيست، وبعد ما اعمل كل هذه المراحل ابعت للمهندس اللي واقف على مكنه وبيدوس انتر، فتبتدي المكنه انها تنفذ التصميم. فدي كانت مهمته الوحيده، انه يدوس انتر والمكنه تشتغل. الفكره في تنظيم ادوات ومنتجات الاشغال اليدويه كانت ان انا احط كل حاجه شبه بعض مع بعض، بحيث انه يبقى سهل ان انا اوصل لها. وكمان كنت عايزة أعمل عربة متنقلة كده، أحط عليها أهم حاجات خاصة بالأشغال اليدوية عشان أسحبها معايا وأنا في أي مكان وأقدر إن أنا أشتغل. المهندسة اللي معايا زي ما قلت كان عندها مشكلة في الاستيعاب في الوقت ده، فكانت طول الوقت بتعمل أخطاء وكان دايما الشغل بتاعها بيرجع. فنتيجة لكده ما بقاش حد يديها الشغل، وبقى كل الشغل على دماغي أنا. فبقيت أشتغل من 8-9 الصبح لحد 9-10-11 بالليل. وصدق أو لا تصدق، أنا كنت سعيدة، يعني كنت سعيدة بكده، وكنت زي ما قلت متحمسة جدا. وكان فكرة أنه كل المصنع معتمد عليا ده كان بيغذي الإيجو بتاعي، أو الأنا العليا كانت سعيدة بأن أنا عندي يعني ليا قيمة في هذا المصنع. وأنا في غمار هذا الشغل المنهك، يعني كل يوم بشتغل أكتر من 12 ساعة، بالإضافة أنه ما فيش ولا يوم أجازة، ولا جمعة ولا سبت ولا أي حاجة. يعني بشتغل كونتينيوس 3 شهور متواصلين، أنا عمال أشتغل 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 لأن الشغل كله معتمد عليا. وزي ما قلت أنا سعيدة بكده لأنه أنا حديثة التخرج ومتحمسة والإيجو عندي سعيد. وفي يوم من الأيام المهندس اللي كان بيوقف على المكنة ويدوس انتر، هو عادة كان بيتمشى في المصنع كده بين الحين والآخر يعني، أو let's say طول اليوم، وهو لابس بنطلون بشمره كده من تحت، ولابس الشبشب الزنوبة، وماسك كوباية الشاي، ويقعد يتمشى بقى يدردش مع ده شوية يحرج مع ده شوية. وفي يوم من الأيام جه وقعد جنبي، يا باشمهندسة أخبارك ايه؟ عاملة ايه؟ انا مرتبي كذا. طبعا انا يعني ساعتها ما عرفتش هو ليه بيقول لي مرتبه، بس اكتشفت بعد كده
إنه هو عايز يعرف أنا مرتبي كام، عشان كل الناس في المصنع كانوا متخيلين إن أنا باخد مرتب خرافي نتيجة للمجهود الفظيع اللي أنا ببذله ونتيجة لأهميتي في المصنع. ولكن اكتشفت إنه هذا المهندس الذي يتمشى في المصنع ويدوس على إنتر بياخد 3 أضعاف مرتبي. فمش فكرة إنه للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكن مثل حظ 3 من الإناث، فكان لازم أفهم. فعلى طول رحت على صاحب المصنع وسألته، أنا عايز أفهم إيه فكرتك أو إيه المنطق في إن أنت تدي هذا المهندس 3 أضعاف مرتبي. وهو قال لي بمنتهى البساطة والأريحية، هو راجل وبيكون نفسه. وساعتها أنا ما كنتش فاهمة، هو أنت فاتح جمعية خيرية بتدعم الرجالة اللي بيكونوا نفسهم، ولا أنت عندك بيزنس ومفروض أنك بتقدر الناس اللي شغالين معاك، وأنه اللي بيعمل لك شغل مظبوط ومجتهد في شغله المفروض أنه يقدر. أنا كنت عارفة الخلفية الاجتماعية والثقافية لصاحب المصنع وطريقة نشأته وكده، فكنت عارفة أنه كمان هو داخل على 60، فصعب أنه هو يغير قناعاته، هو تربى على كده، على أنه الراجل يعني لازم يكون هو اللي بياخد فلوس أكتر. فببساطة شديدة خرجت من عنده على شؤون العاملين واستقلت. وطبعا الدنيا قامت وما قعدتش، لأن زي ما قلت كل الشغل كان معتمد عليا. فكرة أنه أنا أمشي كان معناها أنه لما المصنع يقفل، أو أكيد هيقفل لحد ما يقدروا يجيبوا الخبراء الألمان تاني، والخبراء الألمان طبعا الساعة بمبلغ وقدره، فحاولوا بكل الطرق أنه ما يخلوني ممشيش. ولكن لأنه صاحب المصنع يعني ده تفكيره ورؤيته للمرأة، ما كانش قادر يشوفني أكتر من مجرد فرخة مهما عملت مهما اجتهدت مهما اشتغلت. فكان محاولاته في ان هو يستبقيني ما كانتش في ان هو يديني المرتب اللي انا استحقه، ولكن كانت في ان هو مثلا يعرض عليا انه يعزمني على العشاء او يجيب لي هدايا ذهب. وده كان مفهومه، يعني انا عشان ارضي المرأة هرضيها بايه؟ هرضيها بشوية ذهب بعشوة كده يعني. وانا طبعا مش هشتغل بلقمتي، انا عايزة المرتب اللي أنا شايفة أن أنا أستحقه. ولكن رغم إحباطي إلى أني كنت متفهمة زي ما قلت النشأة وطريقة التربية والبيئة اللي صاحب المصنع جاي منها، ففي نفس الوقت أنا كنت مقدرة موقفه برضه. فعرضت عليه أنه أوكي هاتوا حد أنا هدربه مكاني، عشان أنا عارفة أن أنا لو مشيت المصنع هيقفل. وقد كان. فرغم أن الموضوع أحبطني إلى أني مرة تانية لقيتني بواجه نفس الفكرة، انه ناس حافظين مش فاهمين. هو شايف انه مهما اعمل مهما اكون مجتهدة مهما يكون فعلا الشغل واقف عليا، عمري ما هتساوى او هزيد عن المهندس. ولكن انا كنت باخد نفس مرتب المهندسة عشان احنا الاتنين انثى، رغم ان هي كانت ما بتعملش اي شغل خالص، نظرا زي ما قلت لانها كان عندها مشكلة في الأخطاء الكتير وعدم قدرتها على الاستيعاب. فما كانش فيه فكرة أنه أنا أقيم الإنسان اللي قدامي، ولكن أنا أقيم بحسب الجنس. كنت بتفرج على ناشونال جيوغرافيك وكانوا بيتكلموا على طائر اللقلق الذي يهاجر إلى جزر في كندا، وهناك الطائر الأنثى كانت بتضع البيض بتاعها، وطائر اللقلق الذكر كان بيقف يراقب المكان عشان هي طبعا راقدة على البيض، وهو عايز يحميها من الثعالب اللي بتسرق البيض أو بتهاجم الأنثى. وده خلاني أبص كده وأشوف يعني هي الفكرة جت من هنا، انه الرجل هو اللي بيحمي، هو اللي بيحافظ على الانثى عشان هي اللي بتبيض. وما اعتقدش انه الانسان يختلف، لانه المرأة هي اللي بتولد. انا جدتي مثلا جابت 16 طفل وطفلة، فكان لازم انها تكون قاعدة في البيت لان عندها مسؤولية كبيرة جدا. 16 طفل وطفلة تقريبا كل سنة او سنتين كانت بتجيب طفل،
لأنه ما كانش في وسائل منع حمل، وغير كده مسؤولية البيت كانت كبيرة جدا، كان بيت منتج، كانت هي بتعمل العيش بنفسها، كان هي اللي بتربي الحيوانات فوق السطح، كان هي اللي بتدمس الفول، وكان في مهام كتيرة في البيت كانت بتخليها ما ينفعش إنها تعمل حاجة تانية بخلاف إنها تفضل مع صغرها. في الوقت اللي جدي كان فيه يعني بيحاول يجيب قدر من المال ويحاول إن هو يحمي أسرته الكبير. فالطريقة اللي مخلوق بها الرجل والمرأة ما فيهاش مساواة، المرأة ليها تكوين مختلف، هي اللي بتنفع إنها تجيب الأطفال أو تبيض، لكن الرجل لأ. ولكن مع التقدم ومع التكنولوجيا ومع اكتشاف وسائل منع الحمل، أصبح دلوقتي المرأة ما بتجيبش الكم الكبير ده من الأطفال، وكمان مع التكنولوجيا أصبح إنها مش محتاجة مجهود كبير في البيت زي ما كان. يعني أنا ماما مثلا كانت لما يوم الغسيل ده كان يوم كامل من الصبح لحد الساعة 5-6 ماما بتغسل، لأنه ما فيش غسالة أوتوماتيك، ولكن غسالة فيها عصارة كده لازم تدخل كل قطعة ملابس في هذه العصارة، ويعني عندها 4 أطفال، فالموضوع كان بياخد بقى غسيل وعصر ونشر، بياخد يوم كامل من حياتها. في حين أنه دلوقتي بمجرد أنك تحط الحاجة في الغسالة الأوتوماتيك you are free, you can do whatever you want. ده غير طبعا الأكل اللي ممكن تجيبه بالتليفون، غير الأدوات المساعدة لكل شيء في البيت. فأصبحت المرأة بقى عندها وقت كبير، وبدأت تفكر إنها تعمل حاجة تانية بجانب إنها ترقد على البيض. وهنا انقسم الناس لقسمين، قسم شايف إن المرأة لازم تقعد في البيت ولازم ترقد على البيض أيا كان، حتى لو ما كانش عندها بيض كتير، وإنه هكذا وجدناها وهكذا سنتركها، وما فيش داعي إن احنا نغير اللي احنا اتعودنا عليه. وفي قسم تاني شايف إنه لأ، المرأة لابد وأن تعمل وأن تخرج للعمل وأن تلاقي طريقها في الحياة، وإنه ظلم اللي حصل ليها على مدار التاريخ. ولكن في الواقع إنه لما تبص لحياة المرأة على مدار التاريخ، هي كان عندها أسباب قوية تخليها إنها تهتم بالإنجاب وتهتم بالأسرة. والفريقين، سواء الفريق اللي مع عمل المرأة أو ضد عمل المرأة، أو شايف أن المرأة ملهاش غير بيتها، أو شايف أن المرأة المفروض تعمل حاجات كتير، الفريقين مش قادرين يشوفوا الصورة الكبيرة، مش قادرين يشوفوا أن الموضوع مش أن أنا أكون حافظ ومش فاهم، أنا قدامي موقف والمفروض أن أنا أفكر في الموقف ده وأشوف التصرف المناسب بالنسبة له. ولكن لأنه التفكير مجهد، ولأنه مش كل الناس عندها القدرة على أنها تقعد تفكر وتحلل وتستنتج، فالأسهل هو أن أنا يبقى عندي قاعدة ثابتة وأطبقها على كل الحالات. من الحالات اللي أنا قابلتها وحكيت الحكاية دي أعتقد قبل كده، السيدة البلجيكية اللي أنا قابلتها في الطيارة وعزمتني على الغداء عندها في البيت، واكتشفت ان اسرتها مختلفة شوية عن الفكر التقليدي، فهي محامية، محامية اسرة وناجحة جدا، عندها مكتب ناجح جدا جدا جدا، وبتدخل ربح كويس جدا جدا، وجوزها هو لاجئ سوري، فبالتالي هو ما يقدرش انه او ما عندوش فرص كتير في انه هو يلاقي شغل يعني يكون على نفس قدر الدخل اللي هي بتدخله. فديناميكية الاسرة كانت انه هي اللي بتشتغل في المكتب وهو كان مسؤول عن البيت، فهم عندهم فيلا بحديقة كبيرة جدا، وكان زرع فيها أكل أورجانيك، وجاب لنا كوسة من الحديقة وطبخها لنا، وعندهم بنت، والأب هو اللي مسؤول عن البيت والأم هي اللي مسؤولة عن الدخل. لو في تفرقة بين الرجل والمرأة، فالسبب فيها مش معاملة الرجل للمرأة، ولكن الطريقة اللي الحياة مصممة بيها، إنه المرأة ليها تكوين مختلف تماما. ولو شفتوا الفيلم اللي أنا عملته على قناة يونيك تي في مؤخرا، This is me دينا إيفان، أو هذه أنا دينا إيفان، واللي أنا شغالة دلوقتي على الـ Q&A بتاعه، فهتلاقوا إن دينا بعد ما جابت ابنها
ما كانتش عايز تعمل أي حاجة في حياتها غير إنها تفضل مع ابنها. فدي حاجة بتكون موجودة في المرأة، يعني ما ينفعش إنها تكون جايبة طفل وبعد كده تقول طب أنا عايزة أنجز وأحقق أهداف، وعلى الأقل في فترة الإنجاب. فإذا كان في تفرقة بين الرجل والمرأة، فالمسؤول عنها مش الرجل أو المرأة، ولكن تصميم الحياة نفسه. ومع تغير الظروف المفروض الواحد يعيد التفكير في المسلمات. لأن الحياة مش أبيض وأسود، فلو المرأة عايزة حقها أو الراجل عايز حقه، الموضوع يحتاج للتفكير وللحكمة، لأن الحياة مليئة بالرماديات وتحتاج تعامل خاص بحسب كل شخص وكل موقف. فيا ترى انتوا ايه رأيكم في المساواة بين الرجل والمرأة؟ هل انتوا مع المساواة ولا ضدها؟ هل انتوا شايفين ان المرأة المفروض مكانها البيت، وانه حتى لو اشتغلت فالبيت هو مسؤوليتها؟ هل ده عيب في الرجل او المرأة؟ ايه مفهومكم عن المرأة المستقلة؟ هل هي امرأة شرسة مسترجلة؟ هل حد تعرض لموقف ظالم كان السبب فيه نوعه ذكر او انثى؟ ياريت تكتبوا لي في الكومنت. وزي ما قلت الناس اللي عايزين ان هم يدعموا القناة، دلوقتي بقى فيه زرار الجوين تقدروا تضغطوا عليه وتشوفوا ايه المكافآت اللي ممكن الواحد يحصل عليها لما ينضم لعيلة الداعمين. في طرق تانية لدعم القناة زي مثلا PayPal أو الباتريون، وأكيد الشير واللايك والسبسكرايب والكومنت، وكل التفاصيل في صندوق الوصف.